فقرة التغذية وككل يوم اثنين حاضرة معنا مريم توكيفري وهي أخصائية في التغذية. اليوم باش نحكيو على الدجلة ومنافع الدجلة وقديش مهمة في صحتنا في تغذيتنا، لكن زاد يزلنا ننتبهوا للدجلة زاد راهي غنية برشا. لذا مريم باش تعطينا نصائح نتاعها. صباح النور مريم. صباح الخير، مرحبا. إذا الدجلة الحقيقة مهمة برشا، موجودة في بلادنا، نحبوها ناكلوها، نستعملوها في برشا أكلات في تونس، سواء أكلات معناتها في بعض اللاجهات وإلا ناكلوها من غير معناتها كديسير. وساعات نقولوا لا الدقلة خلي كعبتين ما نكتفيوش بثلاثة أربعة نزيدوا. الدقلة فيها برشا منافع. صحيح، هي فيها برشا منافع، وأولهم السكريات. السكريات فيها السكاغوز الجلوكوز والفركتوز اللي هذوما السكريات يعطيوا طاقة كبيرة برشا للدم، دونك ننصحوا بها خاصة للي عندهم نشاط بدني قوي وإلا للي يعملوا معناتها رياضة. نعم. على خاطر تعطيهم الطاقة اللازمة بالضبط، وفي نفس الوقت تحسن من العمل نتاع العضلات. دونك هذاك علاش معناتها منصوح بها على الآخر معناتها للناس هذوما. فيها كيف كيف برشا بوتاسيوم. البوتاسيوم. نعم. اللي هو ينحي معناتها الريتونسيون نتاع الماء، انحباس الماء بالنسبه للنساء اللي يتشكيو من انحباس الماء. في نفس الوقت ينظم الدقات نتاع القلب، يسلس كما نقولوا الشرايين والعروق، ينقص في الليبرتونسيون. الناس اللي عندهم ايبرتونسيون كي ياخذوا الدقله بانتظام ما يكثروش منها بطبيعه راهو تعاونهم بالكدا. فيها بوتاسيوم اكثر حتى من البنان، اللي البنان معروف عليه فيه البوتاسيوم. غنيه برشا بالمغنيسيوم بالفوسفور بالفيتامين بي 6 اللي هذوما ثلاثه يحسنوا من معناتها الطاقه الذهنيه. هذاك علاش ديما نعرفوا ينصحوا بها معناتها للتلامذه اللي عندهم امتحانات والا اللي عندهم فتره مراجعه باش ياخذوا منها في الصباح والا في معناتها وقت الريفيزيون نتاعهم. فيها برشا مضادات الاكسده اللي هي تعاون على حمايه القلب زاده، وسورتو معناتها تحمي من الامراض السرطانيه. دونك هنا مهم جدا معناتها باش ناكلوها خاصه في وقتها توا. ناكلوها في وقتها توا مهم برشا كما قلت مريم، لكن انتبهوا خاصه للناس اللي عندهم السكري، المرضى السكري، للناس اللي مثلا عامله حميه راهو ما يلزمناش نكثروا. معناتها مثالش نحبوها دقله باهي، اما ما نكثروش. قداش تقريبا الانسان في حاجه والا المسموح به سواء باش ما يفسدش النظام الغذائي نتاعو، قداش تقريبا ياخذ في النهار من كعبه؟ في النهار ثلاثه كعبات. ثلاثه كعبات دقله. ثلاثه كعبات دقله تكفينا. تكفينا اللي هما حسب التقريب 25 غرام، خاطر ساعات نلقاو الدقله تبدا كعبتها صغيره، ساعات نلقاو الدقله تبدا كعبتها كبيره ومليانه. دونك 25 غرام اللي هما ثلاثه كعبات دقله مهمين برشا. نردوا بالنا سورتو للناس اللي عندهم السكري، على خاطر كما قلنا فيها برشا سكر، ينجموا ياخذوها بعد الماكله بالضبط. ما تقلقش على خاطر السكر باش يتخلط مع الالياف وباش يتخلط مع البروتيدات والدهنيات اللي جايه من الماكله، دونك الامتصاص نتاع السكر ما يكونش عالي برشا. ويردوا بالهم سورتو الناس اللي في حميه، وين نحب نقول اللي راهو في الحميه مهم جدا زاد باش ناكلوا الدقله على خاطرها تشبع. معناتها الصباح مثلا نجموا ناخذوا كعبتين ثلاثه كعبات دقله حتى اللي يعملوا في حميه على خاطرها تشبعهم، وخاصه تخليهم ما يحسوش بك معناتها القلق ولا معناتها الاكتئاب اللي يجي معناتها وقت اللي ينقصوا برشا حاجات في الماكله نتاعهم. هنا مهم جدا. هذه حضرت هنا اليوم اقتراح منك بالدقلة. بالطبيعة قلت من أنه الدقلة فيها برشا سكريات، يذولي زدت فيها حاجة باش بالضبط هو ديما احكينا شنية فيها. بالنسبة للدقلة هي راهي فيها برشا ألياف. أي. دونك كنقولوا ألياف شو معناتها؟ معناتها راهو ديما الألياف مهمين في الماكلة نتاعنا، على خاطر بخلاف اللي هما يحسنوا عملية الهضم ومعناتها يخليونا نتفاداو معناتها الكونستيباسيون، راهو الألياف هذوكم ينقصوا من امتصاص السكر. دونك هي الدقله في حد ذاتها ما لازمناش ناخذوا لها السكر اكاهو، راهو سكر والياف، ما لازمناش نتخوفوا منها لك الدرجه، صحيح حلوه اما فيها برشا الياف او ميم طون. دونك انا لهنا باش نزيد من معناتها قيمه الالياف هذيك، عملت بوريتش اللي هو معناتها فلوكون دافوان الشوفان نتاعنا في الحليب، ويتخلط كيما العصيده بالضبط. مهم جدا نجم نعطيوه للصغار، يتباع الشوفان توا حتى سمو يخص بالكدا معناتها. اربع مغارف عليهم كاس حليب، نطيبوهم مع بعضهم لين يعقد والكعبه نتاع معناتها الرقائق نتاع الشوفان تتنفخ بالكدا. بلاش سكر على خاطر الشوفان باش يسيبك السكر نتاعو في الحليب. ومن بعد نزيدوهم جوست الدقله، زدت عليهم شويه جرجلان على خاطر نعرفوا اللي الكالسيوم مهم جدا. وهوني راهو الدقله مع الحليب مهم جدا حتى في رمضان. ديسير والا فطور صباح معناتها حاجه باهيه برشا متكامله، غذاء متكامل فيه كل شيء. نذكر الساده المشاهدين كاس حليب، ثلاثة مغارف شوفان بالضبط، مغارف صغار ولا مغارف نتاع ماكلة نتاع ماكلة. اي نجموا أربع مغارف باش تجي الكونسيستونس باهية. أربع مغارف نطيبوهم على الغاز معناتها على تقريبا 10 دقائق نصور من أقل في ساعة تاخذ في ساعة سهلة حتى للناس اللي يخدموا باش يحضروا حاجة لأولادهم ولا حتى لهم هما سهلة على الأخر. نحطوا أيضا ونزينوها بالدقلة نتاعنا بثلاثة كعبات دقلة، وبالطبيعة نحطوا شوية جلجلان
تاكله بالشفاء ويظهر لي معناتها حاجه مهمه برشا وفكره حلوه برشا. يعطيك الصحه مريم، شكرا على المعلومات اللي قدمتها لنا. موعدنا ان شاء الله يجدد معاك ان شاء الله نهار الاثنين الجاي، واحنا كل يوم في برنامجنا عندنا موعد قار مع فقره التغذيه من التغذيه. باش نمشيو لبقيه فقرات برنامجنا، وبالطبيعه مازلنا معكم حتى الماضي ساعه.